عنده طلب في العقد الجديد انه هياخد مكافاه لو خد دوري ابطال افريقيا مره ثالثه. طبعا ما كانش موجود الكلام ده في المره الاولى والثانيه. خلاص هياخد العرض وطلب زي ما حضرتك حقه طبعا. خلي بالك تعاقد الاهلي مع بيتسو موسيماني ده ريسك ما يحصلش في التاريخ. ريسك ما يحصلش في التاريخ. خلينا نرجع مغامره ونجحت لكن ومحسوبه كانت مغامره بس محسوبه. هو كمان نجح وبقى ليه سعره ولو خرج من النادي الاهلي هيروح الخليج ياخد اكتر من المبلغ ده. انت جيت نادي يعني انت اجتهدت وعمل اسم وانت جيت نادي كبير خلاص قدمك لاكبر الانديه تمام يعني هو النهارده بعد من مونديال الانديه دوت هيروح اي منطقه اي مكان في الخليج هياخد اكتر من كده. فبالتالي النادي الاهلي بدا كده. الاهلي عشان كده النادي الاهلي زود في العرض بتاعه بدل المره الاولى 100,000 عارفينها وصلت كام. بس ده خلينا نقول حاجه يا دكتور. هو النهارده لما النادي الاهلي اتاخر لغايه دلوقتي هو دي اداره صح في الكوره ما يبصوش النادي الاهلي. هو انت المدرب بتقيمه على اي اساس؟ يعني لو كان راح في مونديال الانديه ولم يوفق يبقى انت خلاص كده ممكن تاخر لا وليه نفسنا اكتسبت التفكير التاخير من النادي الاهلي نفسنا في مصر. طب يمكن التاخير من المفاوض اللي هو وكيله اعمال. ما ده اللي انا قصدي فيه برضه. ليه انت افتكرت يعني ليه انت حددت لان موسيماني من النادي الاهلي طلع في مباراه اولا مفيش اخير ليه بقى اولا مفيش اخير هو ليس كل تقال مفيش اخير عارف ليه؟ عقده هينتهي اخر الموسم مفيش مدرب بتستنى اصل ده مش لعيب كوره هيمضي في حته ثانيه ولا بتاع مش مرتبط معاك. ده مدرب ماشي ممكن يجد في الظروف ظروف. طب ارد عليك ماشي فانت ليه حاسب ان التاخير من النادي الاهلي؟ طب موسيماني قال ايه؟ موسيماني قال ايه؟ من المفاوض الاخر موسيماني قال ايه؟ من شهر قبل مونديال الانديه وده غلط. النادي الاهلي وقلنا كنا اتفقنا كل ده غلط لم يحسم ويجب ان يتعامل معايا بقدر اكبر من الاحترام. خلينا نقف عند كلام الرجل والكلام واضح والرسائل واضحه. الموضوع على فكره لا يقال من النادي الاهلي ما فيهوش اي اساءه للنادي الاهلي بس ده كلام المدرب اللي البعض برضه قال لك لا الكلام ده ازاي يقوله؟ لا يقوله في عرف عامل في عالم الاحتراف يقوله الاحتراف يقوله هو ما غلطش في حد. قال النادي بيفوضني بس لما يقولوا لما يقولوا يقولوا في حوار شخصي ما يقولوش في مؤتمر المباراه. ايوه انا معاك. لا 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 بالعكس هقول لحضرتك ما تقوليش بالعكس. لا ما تقوليش يعني لا نخلط الامور. انا دلوقتي بحلل المباراه فنيه اتكلم فيها فني كلمني في لكن اعمل مؤتمر خاص بيا كمدير فني واتكلم فيه. جوزيه عمره ما اتكلم في حاجه خارج المباراه ليه بيتكلم على عقد محمد صلاح كل اسبوع. ما حدش قال لي ما بيتكلمش بيتكلم في المؤتمر الصحفي. في المؤتمر الصحفي المؤتمر الندوه الصحفيه اللي قبل المباراه لا قبلها مش بعد المباراة. مش هتفرق بقى يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مؤتمر صحفي. هو بيتكلم كمدرب مش كمسؤول لان هو مش مسؤول عن التجديد. هو بيتكلم كمدرب ومش ما بيتكلمش عن نفسه. تمام بيتكلم عن لاعب مهم عنده. انت عايز تطبق اللاعب اهم لاعب تطبق نظام مش موجود في العالم. بس ثواني بس نوضح هل كلوب بيتكلم عن عقده هو؟ لما يجي وقت عقده هيتكلم. لكن انا ممكن موسيماني في مؤتمر صحفي قبل المباراة يقول لك انا عايز اجدد لفلان وفلان 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 او انا ناويين نجدد او انا محتاج دول. بيتكلم عن الاخرين لكن يتكلم عن عقده في مؤتمر صحفي خاص بمباراه عقد مؤتمر صحفي خاص بمباراه المشكله. لا 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 لازم تتخلصوا من حكايه الاعلام. الكلام ده كان قبل موسيماني. مع موسيماني مش هيحصل الكلام ده على طول. مش هيحصل الكلام ده مع موسيماني. ليه ليه يعني موسيماني؟ لان موسيماني خلاص هو واقف على ارض صلبه. لا لا طب ما جوزيه كان واقف على ارض صلبه. مش عايزه مشيه. لا ما تحسسنيش مش عايزه مشيه. مفيش غيره في العالم. مش عايزه مشيه. لا لا مش انا ساكت ومستمتع. هي انا ساكت والله ومستمتع. انت مش عايزه مشيه. عايزه النهارده موسيماني كل اللي عايزه حضرتك في الفتره الاخيره عاوزه بكبرياء الاهلي. كشف ان في حاجات مش صحيحه بتحصل جوه النادي الاهلي. ان احنا دايما يقال دايما النادي الاهلي لا يتدخل في عمل المدربين. موسيماني طلع قال انا ما مشيتش كهربا. كهربا انا جيت لقيتهم مشوه. يبقى مين اللي اتدخل ومين اللي مشاه؟ النادي الاهلي. يبقى بيتدخل ولا ما بيتدخلش؟ لا مش في امر فني على فكره. مش امر فني. مقصودش طب انا عايز اقول لك حاجه. لا 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 معلش بس انت دخلتني في قصه. هكمل فكرتي محسومه بس هرد عليك في دلبي. هكمل فكرتي. لا لا معلش معلش ادونا الوقت يا جماعه بعد اذنكم. كل عام معلش كمل استاذ سامح. هكمل فكرتي. انت بتقول هو قال كده. طب هو مين اللي مقعد كهربا من اول الموسم؟ ما بيلعبش. ده قرار فني بيتحمله هو المدرب. يعني انت مش عايزه؟ لا مين قال كده؟ امال يعني ايه؟ يعني انت مش عايزه تقرير لاداره النادي. مش شرط اللي انا اقدم بقى. لا انا في دي مش شرط اللي انا اقدم. انا كل المعطيات بتؤدي الى هذه النتيجه اللي انا مش محتاجها. لعيب انت طلعت في مؤتمر صحفي اتقال لك ان هو بيقول ان انت ما بتلعبوش ومش عارف ايه والقصه وبتاع وكده ورد على الصحفي طبعا برضه ملوش علاقه الموضوع ده. ما تكلمنيش بره الماتش ما تكلمنيش على اللاعب مش موجود معايا. قال لك طب انا هعاقب انا يعني كهربا اللي قال لك طب انت صاحب شاطر وانا هشوف انا هو ليه الموضوع بيزعل ما لعبش ما بيزعلش. لا بيزعل. لا ثواني بس هو بيتكلم في نقطه ثواني بس واضحه ثواني بس محدش في مصر تاني يقول النادي الاهلي لا يتدخل في عمل المدرب. لا مش ما تدخلش
ده بيحصل. ما تدخلش موضوع محمد عماد، ما تدخلش، ده قراره هو محمد عماد، ده قراره هو اللي يمشي. انا ما طلبتش يعني، انا لقيتهم جابوا محمد عماد، هو عايز مدافع لكن ما قالش مين، او ما اشترطش محمد عماد، جابوا له محمد عماد. الراجل طلب مدافع، هو طلب مدافع، هو جابوا لك نمره واحد في مصر. لكن اصل دي مش نقطه خلافيه يعني، لا 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 لا، دي مش نقطه خلافيه تقول لي ان في اخطاء جوه النادي. هل لو تم عرضه على موسيماني هيقول لا في ظل تألقه؟ تفرق، هيقول نعم طبعا. محمد عماد في الوضع الحالي اي مدرب في مصر يتمنى يكون. هو حضرتك قال عايز ايه؟ عايز مدافع، جابوا له احسن واحد في مصر. ده احسن واحد في مصر بس بسبب كروش، مش احسن واحد في مصر بسبب النادي الاهلي. التوقيت ده احسن واحد في مصر، التوقيت ده احسن واحد. خليني اقول هذه بضاعتنا ردت الينا. لو كروش واخد منتخب مصر كان الاهلي قال عنده مدافعين تانيين مطروحين على الساحه، ما كانش محمد عماد منهم، بدليل ان النادي الاهلي مطلع محمد عماد اعاره لفيوتشر مع شرط عدم طلبه اثناء الموسم. النادي الاهلي موقع على الاعاره دي وموافق عليها. يبقى اذا اللعيب ده كان بره حسابات النادي برضو الاهلي. برضه لا برضه ما تقوليش كاس العرب قبل كاس ان هو جه غصب عنه او هو جه من كاس العرب. ده برضه كان بعد الموسم بدا. النادي الاهلي مطلعه اعاره من شهر نهايه اغسطس او بدايه سبتمبر اللي فات. مطلعه اعاره على اساس ايه؟ ان النادي الاهلي مش عايزه حتى نهايه الموسم. لعيب مش داخل في الترتيب الفني ولا مصنف ولا مصنف. مين اللي مش عايزه؟ مين اللي مش عايزه؟ اداره النادي الاهلي. لا اداره النادي الاهلي بتدخل في التشكيل دلوقتي. ما بقاش تدخل. عمرها ما تدخلت. كلام انا ما تقولش كلام ما بيحصلش. ده كلام موسيماني. ما تقولش كلام ما بيحصلش. ده كلام موسيماني. ما تقولش كلام ما بيحصلش. ما تقولش كلام بيحصل في حتت تانية وتلبسه للاهلي. ما بيحصلش. ايه حتة تانية؟ قول ليه زي ايه؟ في حتة تبع انديه تانية بيحصل الكلام ده. زي ايه بس قول لي. الاسماعيلي اهو لسه الراجل براون قايل اهو. قال لك انا قلت لهم ثلاثه جابوا لي 11 ما اعرفش عنهم حاجه. بيتدخلوا في التشكيل. قالوا لي نزل اثنين لعيبه مش هيلعبوا من الباص. طيب ما ادي نادي ما بيحصلش. مأيد براون اللي اتكلم بعد نهايه كاس الرابطه في الموضوع ان انا مش هقعد في الاسماعيلي وفي خلافات. مأيد تصريحه ومعترض على ان موسيماني بيتكلم بعض المباريات على بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ايه؟ برضه على ازمه معاه. بيتكلم عن امور فنيه. بيتكلم على ازمه معاه. ازمه برضه. ده هو بعد المباراه في كاس الرابطه براون ما اتكلمش على الخلافات اللي مع الاداره. انت الكلام ده في غرف مغلقه صح ولا غلط؟ لكن هو حلال على الاسماعيلي وحرام على لا مين اللي قال الكلام ده؟ انا بقول لك ده ماليش علاقه باللي قاله ساعه الرابطه.